اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. معلش الضحكه النهارده حلوه وفرحانين ومبسوطين وسعداء لانه منتخبنا الوطني منتخب مصر منتخب بلدنا. خلوني ارحب باثنين من نجومنا الكبار واثنين من الضيوف الحقيقه نتكلم معاهم من الناحيه الفنيه كيف استطاع منتخبنا الوطني ان يغير من ادائه في ظرف ثلاث اسابيع بشكل مختلف تماما. ناقدنا الرياضي الكبير واستاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك كابتن اسلام، الف مبروك. الله يبارك فيك. هنتكلم بقى عن سر التحول ده ان شاء الله. سر التحول ده لازم نعرفه. والله طيب. مش فني انا رايي انه بس هنتكلم عنه. بس ارحب بنجم الكبير الكابتن اسامه عرابي. ازيك يا كابتن اسامه؟ مشرف ومنور. الله يكرمك ومبروك طبعا. الله يبارك فيك ومبروك للشعب المصري كله طبعا. ايه سر التحول يا استاذ جمال؟ هقول لحضرتك، لو تفتكر اخر مره اتقابلنا انت كنت بتقطع حضرتك والكابتن اسامه. لا والله وانا كلنا لا لا كان قبل ده جزء على فكره. ده مهم قوي يعني الانتقادات الكبيره. أيوة. اللي تعرض ليها لعيبه منتخب مصر حتى لو كانت مبالغ فيها شويه ساهمت الى انه يبقى فيه حاله كده كابتن اسلام من التحدي. اللي هو ايه؟ هو ما عملش حاجه، هو رجع اغلب اللعيبه لمراكزها وشكرا. ما هو النهارده انا والله اتسالت سؤال. التشكيل اللي بيلعب بيه ده هو تقريبا نفس التشكيل اللي يمكن كان بيلعب بيه قدام نيجيريا مثلا. ايه الجديد؟ حد سالني كده فانا لا، بس ما كانش فيه عبد الله السعيد. معلش يعني انا اقصد ايه تقريبا يعني التشكيل الاساسي او الهيكل هو ما اتغيرش كتير. اللي حصل انه في انتقادات كتيره زي ما قلنا تعرض ليها المنتخب. وما بقولش كيروش، انا بقول المنتخب اللعيبه. عمل نوع من الاستنفار. ويمكن لو تفتكر حضرتك احنا اتكلمنا قبل ماتش كوت ديفوار. قلت انه بعد الدروس اللي احنا خدناها في البطوله وفرق صغيره اثبتت ان هي موجوده على الساحه قدام قوه غينيا الاستوائيه النهارده امام السنغال. جامبيا وصلت لغايه فين؟ ده كله يدينا برضو درس مهم قوي يا كابتن، انه الروح اللي احنا طالبنا بيه الروح القتاليه هي اللي بتدي لطرق اللعب معنى. بمعنى ايه؟ ان انت لو عندك افضل طريقه لعب وما عندكش العناصر اللي تنفذ ده طبعا مش هتقدر تعمل حاجه. اكيد. لان مش هتقدر تقول مثلا 4-3-3. ايوه. كان في انتقادات موجهه ان هو غير الطريقه. ايوه. طب ما هو بيلعب ليه 4-3-3؟ ايه اللي حصل؟ السر بقى ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما انا بقول لحضرتك انا عايز اعرف. لا، ما هو السر في حماس اللاعبين وخوفهم على بعض وتقاربهم من بعض وادائهم. ايوه. اللي وصلهم لاقصى طاقه عندهم او اقصى ناتج. مش يعني مش قصه بس انه هو حصل تغيير في اللاعبين، ما حصلش حاجه. كل اللي حصل زي ما قلنا انه هو تغيير الروح القتاليه للاعبين اتغيرت جدا، واخد بالك؟ سواء للرد على المنتقدين، سواء لاثبات وجودهم لاي عامل اخر. ايام كابتن اسامه وايام الكابتن جوهري لو تفتكر كان مثلا كل لاعب بيكلف بمهام معينه، كان الكابتن جوهري يقول مثلا هشام يكن في كاس العالم انت هتراقب فلان نجم هولندا. نعم. قتيل معاه. بيلعب معاه بشكل اللي هو ما يعديش بأي شكل من الأشكال. فأنا بشوف إن الروح دي هي السبب في تحويل أداء المنتخب من أداء مغضوب عليه إلى أداء مرضي عنه بشكل كبير دلوقتي. مظبوط. كابتن أسامة، الناحية الفنية. طبعا يعني أنا التحول، وحضرتك كنت معانا خلال كل المباريات تقريبا أو معظمها، يعني كنا كلنا مش حضرتك كلنا بننتقد الاداء الغير واضح لمنتخبنا الوطني. دلوقتي اصبح عندك اداء واضح باشكال مختلفه للاعبين. مظبوط. انا الاول بتفق مع الاستاذ جمال في انه موضوع الضغط على اللاعبين في الاستوديوهات التحليليه من الجماهير في السوشيال ميديا ده استنفر اللعيبه زي ما الاستاذ جمال قال بالظبط، وكان عامل مؤثر جدا في ان كل لعيب ينتبه ان في ناس عايزه او بتحاسبه في مصر. بالضبط. او بتقول عليه انه ما عملش حاجه للمنتخب او انه لعيب لا يستاهل انه يرتدي الفانيلا. فانا حاسس دي عملت لهم استنفار زي ما الاستاذ جمال قال. ده من ناحيه الروح، لانه بيلعبوا بروح
عالية جدا مختلفة تماما بالزبط. عن ما قدم في المباريات المجموعات في سواء في مباراة نيجيريا أو في ثلاث ماتشات ما كانش الأداء على الموضوع اختلف جدا من مباراة كوت ديفوار. مع الحاجة التانية ان مستر كروش ابتدى التغييرات وتغييرات المراكز اللاعبين وتغييرات يعني لعيبه كتير بتلعب في غير اماكنها حاصله لغايه ماتش نيجيريا. الكلام ده اختلف جدا في مباراه ساحل العاج. اختار التشكيل الامثل تقريبا يعني كل تشكيل هيبقى فيه امثل منه ولكن تقريبا كل الناس ابتدت تلعب في اماكنها. اختار ثلاثه وسط مدافعين في ماتش ساحل العاج حمدي والسوليه والنني قفلوا كويس قوي مع المدافعين فقللت كميات اللي هي الايه المساحات اللي أيوة. يقدر يلعب فيها كوت ديفوار ومع بقى ان احنا قدرنا نخطف هدف التعادل ثم ضربات جزاء ادينا بشكل متماسك ال 120 دقيقه فده ادى دفعه معنويه للاعيبه. اوكي استمرت النهارده نفس الشيء بس المختلف شويه عن مباراه كوت ديفوار ان المغرب ابتدت في الدقيقه 3 بهدف فده انت كنت هتلعب بنفس الاسلوب برضو انت حطيت غيرت ايمن اشرف ناحيه الشمال ونني ارتكاز وعمرو السوليه ناحيه اليمين. انا بس كنت مختلف في موضوع ايمن اشرف في وسط الملعب انا كنت شايف انه ممكن مهند او زيزو لكن خلاص هي وجهه نظر والثلاثه هم انت لعبت بنفس التشكيل خلاص ما فاتتش الا غير ابو جبل مكان الشناوي وايمن اشرف مكان حمدي اصابات وايمن طبعا ناحيه الشمال عشان يقفل مع ابو الفتوح دي كانت وجهه نظره ولكن ايمن برضو مش لعيب وسط ملعب يعني لكن ايمن تحسن اداؤه كتير لما رجع كقلب دفاع. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن برضو بمناسبه ايمن انا بشوف ان الشوط الاولاني احنا لينا ثلاث هجمات منهم كورتين خطر ايمن اشرف اللي عملهم ماشي بس يعني انا اقصد اقول لك ان هو الشوط الاولاني بعد ما عمل ضربه الجزاء ما هي دي شخصيه النادي وجهه نظري طبعا يعني. وعنده شخصيه طبعا وجهه نظري شخصيه النادي الاهلي وشخصيه اللاعب بانت في هذا الامر طبعا هو قدر ان هو يرجع بعد ده شفته عمال يموت ويعمل في دماغه كده بعد ما اتحسب الحكم راح ورجع قاعد يمسك دماغه وبتاع لكن في النهايه قدر يرجع ويعمل شوت انا وبشوفه كويس قوي ماشي يعني ما بقدرش يعني ممكن يبقى فيها وجهه نظر لا دي انا بقول لحضرتك دي وجهه نظري اثبت ان هو كويس بس يعني لما رجع المكان بتاعه لا ده طبيعي ان هو لما رجع افضل طبعا في مكانه فانت كنت تلعب بنفس الشكل بنفس الترتيب الثلاثه مدافعين في وسط الملعب وتقفل المساحات خاصة في الجانب اليمين اللي فيه أشرف حكيم اللي هو أخطرهم وفعلا هو قدر في الدقيقة 3 يجيب ضربة جزاء ساعتها خلاص ما كانش هينفع إنك أنت تستنى يعني الجون جه بدري قوي فأنت التفكير اللي عندك إنك تقفل ورا قوي وتهاجم على هجمات مرتدة أو تطلع في أوقات معينة اختلف خلاص الموضوع اختلف فابتديت تسيطر على وسط الملعب تلعب لقدام خاصة ان هم الموضوع معاهم اتعكس هم جابوا جون بدري وابتدوا يرجعوا للخطوط الخلفيه ويمكن ما ابتدوش يهاجمونا تاني الا غير لما جبنا الجون التعادل في الدقيقه 53 من الشوط الثاني يعني هم رجعوا لورا فهم رجعوا لورا وانت ابتديت تهاجم ابتدت تبقى عندك خطوره اكتر من تسديده صحيح مش الخطوره الغير عاديه بس ابتديت تبقى قريب قوي من خط ال 18 وجالك كذا كورنر وبتاع فانت في روح مستنفره في تشكيل جيد في تغييرات الى حد ما رغم انه في بعضها اصابات او احيانا ما كانتش اصابات التغييرات بقت منطقيه ما بقاش في التاليف الكتير اللي كان بيحصل سواء في البطوله العربيه او قبل ماتشين كوت ديفوار والمغرب كل العوامل دي دي اهم حاجه بصراحه صحيح يعني كل العوامل دي ساعدت انك انت تظهر بالصوره الطبيعيه اللي مفروض منتخب مصر فيها يعني احنا قبل البطوله طبيعي مصر زي الجزائر زي السنغال زي الكاميرون زي نيجيريا الفرق الكبيره رايحه عشان هي مرشحه للبطوله للاسف في البدايه مستر كروش تصريحاته ادت انطباع وحش انه احنا استحاله ناخد البطوله ان احنا ايوه مظبوط لكن الامور اختلفت كتير جدا 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 وهو نفسه دلوقتي اكيد حس بقيمه منتخب مصر والاداء اللي ادوه في ماتش ساحل العاج والنهارده في ماتش المغرب وطبعا انا يعني بحيي كل اللعيبه بس في اربعه بالذات انا بحييهم جامد جدا النهارده طبعا محمد صلاح
فرق غير طبيعي في كرة الهدف والكرة اللي عملها بعد كده تريزيجيه. يعني تقيل، كلهم قلقانين منه، عامل لك ثقل في طبعا. عمر كمال ومحمد عبد المنعم وابو الفتوح ممتازين، خط الظهر عامه ايمن اشرف طبعا لما رجع ورا، وحجازي قبل ما يتعور، وبقيه اللعيبه كلهم كانوا كويسين، بس الرباعي ده كان عليه عبء كبير. مين جدا مين كابتن تاني معلش؟ صلاح طبعا، طبعا عمر كمال طبعا، ابو الفتوح، محمد عبد المنعم، مع بقيه اللعيبه، وحجازي طبعا كان كويس، ايمن اشرف كان كويس، نني احسن الماتشات يعني. بس كانوا بارزين دول اكتر يعني. وطبعا تريزيجيه لما نزل، انا بتكلم على اللي ابتدوا الماتش تمام. وطبعا ابو جبل برده كان كويس. لا ابو جبل بصراحه شال واحده حلوه قوي، لا دي تاريخيه واعجازيه طبعا بصراحه يعني. طبعا زي بتاعت عصام في الكره اللي شالها، عصام الحضر يعني، مظبوط، في بتاعت دروجبا لما شالها من مظبوط. لو تفاكرها كانت طبعا، وهي اصابته كمان بسبب ان هو بذل فيها، وزي بتاعت الشناوي في ماتش كوت ديفوار برضه اللي هي اتشالت واتعملت وشالها الشناوي، هو بذل فيها جهد بيتهيألي كده، جهد عصبي صحيح 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 ادى لاصابته، مظبوط، لانه اكيد استخدم الريفلكش استخدم عضلات كتيره جدا عشان صحيح يعمل ده، صح صحيح، ممكن ده ياثر على سلامته يعني، صحيح، وده اللي حصل من بعد الكره دي تحديدا. اتفضل يا كابتن. فكل العوامل دي زي ما قلنا، الروح، تشكيل مستر كروش، اللعب في اماكنهم، كل العوامل دي ادت للنجاح وثقه الماتش اللي فات. احنا كنا قلقانين اول ماتش اللي فات، ان الثقه رجعت للجماهير وللاعيبه في الماتش ده. وده بيبان حتى على فرحه اللعيبه بعد الماتش، او حتى الناس وهم بيقروا زي ما قروا الحاجات السلبيه اللي كانت بتتحكى عليهم قبل ماتش كوت ديفوار، اكيد هم بيقروا دلوقتي وبيشوفوا الناس بتتكلم عليهم ازاي. فنتمنى لهم الاستمرار يعني. فكل العوامل دي ادت للنجاح. وفي برضو نقطه يعني، لو حضرتك شفت اداء ساحل العاج او كوت ديفوار واداء المغرب قبل ما يقابلوا منتخب مصر، لا كانوا هم الليدنج، هم اللي عاملين ضغط على الفرق اللي قدام. ده يوصلك احنا اللي عملنا يعني، احنا في ماتشنا بقى يعني، مثلا ماتش المغرب بعد ما جه فيك الجون، الحقيقه برضو ده مقياس مهم جدا، لان التحدي والروح اللي عند لعيبه منتخب مصر كانت عاليه طبعا. وانا بيتهيالي ان الهدف اللي جابوه بدري هو اللي ضيع منهم الماتش. يعني هو اعتقد خلاص ان هو حسم الموضوع وهيقعد يدافع، بدليل انه نسبه الاستحواذ على الكوره مظبوط خلال الشوط الاول مثلا حاجه و60 وشويه مقابل مزبوط. حاجه و30 مظبوط. فطبعا ده معناه ايه؟ ان هو ساب لك الملعب خالص. الخوف بقى ان انت كان ممكن تستنزف وما توصلش لحاجة. بس الحقيقة أنا طول المباراة عندي قناعة وعندي ثقة إنه طالما إحنا كده لا يبقى يعني ممكن نعمل حاجة. وده اللي حصل، إن أنت قدرت التعادل ثم قدرت تحرز هدف الفوز. ولو تلاحظ بعد أنت ما جبت هدف الفوز الماتش انتهى تماما. صح، هما خلاص هما فقدوا التركيز. في ماتشات قبل كده تلاقي المغرب هي مظبوط، هي اللي ماسكه، هي اللي ماسكه الجيم، صح، هي يعني عقليا وذهنيا هم اللي مسيطرين على الاداء، هم اللي بيتحكموا في الريتم يعني. لا احنا بصراحه في مباراه كوت ديفوار، مباراه المغرب، الريتم احنا اللي كنا بنتحكم فيه مظبوط. وده يعني برضو انا مش هقول ان هو راجع للمدير الفني خالص يعني، يعني مع احترامي، لا بس هو بس لا ايه جزء، ما هو في جزء ما اقدرش انكره، بس هي الفكره يمكن الجزء اللي انا ما اقدرش انكره ان هو ساب كل واحد يلعب في مكانه. لكن برضو انت ممكن كمدير فني تقول حاجات كتيره وما تحصلش يعني. انت ممكن يعني انا مثلا، لا طبعا طبعا، ما هو لا يعني عندك طريقه 4-3-3، مش كان الناس كلها بتنتقد كيروش ان هو هيغير كيفيه تطبيق هذه الطريقه هي اللي تفرق بالظبط كده. كيفيه تطبيق الطريقه ده اللي انا شخصيا حسيته، ان انا مش عارف مين بيلعب فين. أوكي. يعني بقى الفريق بيلعب بقى ايه يعني، بيتحرك كتل زي ما بيقولوا ايه، كومباكت ولا ايه، كومباكت او كومبو. يعني ان هو تحس ان منتخب مصر انت مش عارف ماشي مع بعض يعني، مش اللي هو الشكل النمطي بتاع المنتخب بتاع اي فريق. تمام، ولكن يا كابتن اسامه اللي احنا شفناه، ومعنى كلام الاستاذ جمال دلوقتي انه
انا عكسه، انا وجهه نظري ان المدير الفني كان له دور كبير طبعا. جدا لا لا طبعا بدليل لا ما بنكروش، لا مش قصدي في دي، بس تركيز اللعيبه هو 100% ده مع ده التفوق. ولكن النقطه اللي قالها الاستاذ جمال في البدايه ان تغيير ان دايما كوت ديفوار تحديدا والمغرب كانوا دايما ليدنج في الماتشات اللي قبلنا، مظبوط، اشمعنا في ماتشاتنا؟ اعتقد ان ده شغل تكتيك مدير فني طبعا. ازاي انا شفت مثلا الكابتن اسامه بيروح من ناحيه الشمال فهقفله بعمر كمال وارجع واودي النني ناحيه اليمين او عمرو السوليه ناحيه اليمين واودي ده القصد. ما هو كونه استخدم ثلاثة وسط الملعب في الماتش الاولاني اللي هو حمدي والنني والسوليه، ثم الماتش دوت نني وعمرو وايمن، بعد كده ايمن اتغير لورا ونزل تريزيجيه، وبعد كده زيزو، هو قفل، ابتدى يقفل الاجناب كويس، ابتدى يقفل قدام ابو الفتوح محمد عبد المنعم وحجازي كويس، قدام ايمن اشرف، فخلى صعوبه في الاختراقات بالنسبه سواء لكوت ديفوار او للمغرب. المغرب. يمكن الماتشات اللي كانوا لعبوها قبل كده مع فرق اخرى كانوا بيديوهم مساحات صح، ولذلك كانوا منطلقين قوي وكور كتير بتبقى خطر وكده، هو ضيق المسافات دي فقلل الفرص اللي عليك، فدي مع بقى خبره وامكانيات واحد زي محمد صلاح في الثلث الاخير الناس قلقانه منه قوي، يعني حتى كره الهدف الثاني في ثلاثه بيجروا وراه تحس في توتر وهم رايحين، هو اتصرف كويس قوي وبعدين شاف تريزيجيه وعملها له حلو قوي والهدف، فبرضه دي مديها تقل في الثلث الاخير للمنتخب المصري، فهو يعني مجموعه عوامل نجحتنا طبعا في المباراتين، وزي ما قلت اولها الروح العاليه جدا اللي ابتدى الناس تلعب بيها، الاماكن المظبوطه، تغييرات الى حد كبير اللي مظبوطه ما فيهاش تاليف كتير زي ما كان بيحصل قبل كده، مع التوفيق لانه التوفيق طبعًا. مهم جدا في كره القدم يعني طبعًا. يعني مثلا الدقيقه 82 دي اللي هي الكره اللي في العارضه دي ممكن تجيب يبقى الهدف الثاني للمغرب، وانت تقعد تقاوح بقى في السبع ثمان دقائق انت وحظ، لان المباريات ديت اللي هي زي مصر والمغرب، كاميرون ومصر، السنغال ومصر مثلا ان شاء الله، او الكاميرون، هي هتخلص بكوره. بالمناسبه واحد بيتكلم السنغال كسبت 3-1 3-1 طبعا السنغال انا ما قلتش اصلي انتوا مبسوط النهارده فرحانين اهم حاجه منتخب السنغال برضو السنغال كسبت طبعا وعملت ماتش حلو كويس جدا هو متوقع ان يوصلوا نهائي يكسبوا بوركينا فاسو يعني لكن ماتشنا هو اللي هيبقى زي ما انا حسيت 3-1 انا حسيت ان منتخب كوت ديفوار ومنتخب المغرب عاملين لك حساب طبعا اكتر ما احنا عاملين حساب لنفسنا يا استاذ جمال معلش اتفضل انت اسم كبير جدا طبعا بالزبط. طبعا طبعا لما انا متخيل يعني مثلا احنا انا هقولها بالناحيه الثانيه من ناحيه الاهلي او مع حتى المنتخب لكن في الاهلي مثلا لما كنت ايه تسمع ان انت هتلعب الترجي كنت برضو بتبقى مقلق شويه غير لما تحس ان انت هتلعب او تسمع اسم فرقه طبعًا. اقل طبعا نفس الكلام هناك برضو كاميرون اول لما شافوا الحكم بيصفر انا اكاد اجزم زي ما الصحافه بيكتبوا اكاد اجزم لا اجزم صح اجزم اجزم بجد ان من جواك كده وانت لو انت مثلا فينسنت ابو بكر قلقوا بقى لاعب او طبعا. نجم هجوم منتخب الكاميرون ابتدي اقلق طبعا ان منتخب مصر جاي يلعبني طبعا مش منتخب اصل هو أي منتخب مصر هو اكثر الفرق اكثر المنتخبات بعدين احنا مش عايزين الكاميرون تاخد البطوله دي باي طريقه بقى عشان ما تقربش مننا بالظبط بالظبط اسلام المشكله سواء منتخب مصر او انديه الاهلي والزمالك لما يجي يلعبوا في افريقيا الناس لما احنا بنلعب وحش او كمنتخب او نادي هم بيشوفوا يعني احنا انطباعاتنا على الفرقه لكن انت سافرت كتير وعارف الفرق الاخرى سواء منتخبات او انديه بتعمل حساب جدا 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 طبعاً. من للمنتخب المصري وعارفين انه تاريخ المنتخب المصري ده كبير او انديه الاهلي والزمالك كبير فلما بتيجي تلعبهم بيبقوا قلقانين منك جدا عكس ما الناس متخيله يعني الشعب المصري لما احنا بنلعب وحش لاي سبب المنتخب مثلا لا الناس مقلقه الناس مقلقه في المقابل هناك لما تتكلم مع بتوع الجزائر او تونس او المغرب لك عايزين يبعدوا عن مصر عايزين يبعدوا عن مصر عايزين يبعدوا عن مصر زيك يا كابتن برضه انت برضه معلش يعني انت بتحاول تتجنب ان انت تقابلهم لما انت بتيجي تسمع ان انت عايز تلعب الجزائر ما انا مش عايز العب الجزائر مزبوط. بس لو لعبت الجزائر خلاص هلعب منتخب الجزائر وعايز اكسب طبعا وده قصدي يعني فانا اقصد ان المفهوم ده
احنا كنا بنتكلم على تحفظ في اداء المنتخب المصري اثناء البطوله العربيه او الماتشات الثلاثه في المجموعات، لكن انت عندك تاريخ كبير وكل بالزبط. الفرق الافريقيه أيوه. سواء عربيه او سمراء بتعمل حسابك جامد جدا اكتر ما الناس متخيله في مصر. مظبوط. يعني دي نقطه طبعاً. مهمه طبعاً. فانت رجعت لشخصيتك في الماتشين دولت، ونتمنى ان احنا نستمر على كده. بس طبعا هو المقلق ان انت لعبت الماتشين 120 دقيقه والماتش الجاي ده بعد 3 ايام. هي دي اللي شويه هتبقى فيها قلق. طبعا عبء عبء كبير طبعاً. يعني فنتمنى طبعاً. التوفيق برضه في ماتش الكاميرون. يعني عبء فني يا كابتن طبعا وبدني وبدني وفني يفرق. طبعا اكيد هيفرق في اجزاء. ايوه لا انا عايز بس الناس تفهم. طبعا أكيد. او نقول لهم يعني اقصد بص يا اسلام، انت لاعب النهارده 120 دقيقه ولاعب من حوالي 4 ايام او 5 ايام 120 لا دقيقه. اقل من 4 ايام. النهارده ايه؟ النهارده انت لاعب الاربعاء. خميس وجمعه وسبت ولعبت لحد 3 ايام. مظبوط. ففي جهد اتبذل كبير جدا من لاعيبه المنتخب المصري في الماتشين دولت، وانت هتلعب يوم الخميس على طول. فما فيش شك ان دي برضه لازم. خميس ولا الاربعاء؟ الخميس. احنا هنلعب الخميس. فطبعا يعني نتمنى ان شاء الله اللعيبه تكون في احسن حالاتها البدنيه وتقدر تكمل، عشان احنا ابتدينا بعض العناصر ابتدت تقع من التعب. يعني النهارده كان المرة فاتت الشناوي وحمدي، النهارده ابو جبل، حجازي ابتدى في تعب في بعض اللاعبين، خاصه اللي لعبوا طيب. لعبوا بصفه دائمه. فانا بقى عايز ما يكونش ده ما يحصلش فيها مشكله الماتش الجاي. وانا عايز اقول حاجه، ان احنا الكاميرون الحقيقه لعبت، افتكروا كده، خلينا بس نرجع بالذاكره ورا عشان اللي جاي اللي جاي. احنا عندنا ماتش مهم، احنا عندنا اصابات، عندنا اصابات. مين اللي هيرجع ومين مش هيرجع الجهاز الفني والطبي يحدد. ولكن الكاميرون معظم الماتشات اللي لعبتها، لو افتكروا بس كده واحده واحده مع بعض عشان نفكر الناس. معظم الماتشات اللي الكاميرون لعبتها ضد الفرق الاخرى وهي غير كامله. يعني ايه؟ في جزر القمر شوف كم كم واحد غايب، كم يعني. واحد كان غايب لدرجه ان هم موضوع الحارس المرمى. المباراه اللي قبلها 6 7 كورونا. هل ده طبيعي؟ ما مش عارف، انا ما اقدرش اقول حاجه. لكن هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ ما اعرفش. بس هو الماتش الاخير فاحنا محافظين. لا ما هو خلينا اكمل بقى. احنا محافظين المنتخب او بعثه المنتخب، ولا واحد الحمد لله والشكر لله. الحمد لله اقل ما فيش اقل حد بيحصل له الحمد لله، ده كرم من عند ربنا. وان وائل قافل عليهم، الكابتن وائل جمعه يعني وائل قافل عليهم كويس جدا، وما بيدخلش حد ولا بيطلع حد. اصل انا عارف الدنيا ماشيه ازاي. خلاص. فده معناه ان ده هيكمل. انت بتقرب، انت في دور اللي قبل النهائي وهتلعب الكاميرون، فهتقفل اكتر. فما نسمعش بقى ان حد جاله كورونا او ورقه تيجي من هنا او ورقه تيجي من هنا. هو تخوف موجود، لكن نقدر نتجنبه ازاي؟ بالاجراءات. يعني نعمل اجراءاتنا مظبوط، يعني اللي هي الحفاظ على اللاعبين، على المعسكر ما يبقاش فيه. انما مش ممكن هيطلع لك بي سي ار. لا اصل ولا مصر ولا الكاميرون، انا بتكلم على مصر والكاميرون. مش هتكلم على مصر والكاميرون. المنتخبين ما جالهمش كورونا. مظبوط. الحمد لله والشكر لله. فما مش فجاه نلاقي 5 6. لا ان شاء الله. ان شاء الله. لا او تيجي مثلا في حارس مرمى مثلا. ايوه. فهمني قصدي. لا هو التخوف يا رب بعيد عننا كلنا وبعيد عن كل الناس. التخوف وارد يا كابتن اسلام، بس برضو لا انا مش بتخوف من الكورونا. هو انا عارف. لا لا التخوف من اللعبه، من اللعب يعني، من التلاعب يعني. انا ما بقولش تلاعب، بس انا بتكلم على مسؤولية. ماشي. انا لا ما ما ينفعش نقول تلاعب. لا مش تلاعب، انا ما بقولش تلاعب، لكن هي اللي يعني او هي لا ماشي. ما هو تخوف. لا انا اقصد ان انا في الاخر منطقي. فرقه لازم تخوف منطقي. لازم اقول لازم البعثه المنتخب المصري وهنا تاخد في الاجراءات، تاخد يعني يبينوا يضغطوا على الحته دي. بالظبط كده. طبعا. لا واحنا حضرتك وحضرتك طبعًا. حضرتك في مكانك في جورنالك، وحضرتك في موقعك، وزي وحضرتك في مكانك زي الحكام. لما انت بتبدي خوفك من التحكيم مش بتشكك، مش ضروري، بس على الاقل احنا دلوقتي بنطالب بان افضل طاقم تحكيمي يكون موجود في هذه المباراه. ليه؟ لانه ده مباراه مهمه جدا في الدور قبل النهائي، وطرف فيها منتخب البلد المضيف. مظبوط. فلابد ان يكون هناك يعني معيار او حرص على الشفافيه بقدر الامكان. طبعا طبعا أكيد. في كل الاجراءات يعني. وبرده انا مش متخوف قوي ان شاء الله. يعني انا مع الكابتن اسامه طبعا في انه
المجهود اللي بذله لعيبه منتخب مصر على مدار الماتشين الاخرانيين، لعبوا ثلاث ماتشات تقريبا انما برضو ان شاء الله انا حس انه الطاقه اللي موجوده لو اللعيبه هتقدر تعوض. يعني احنا شفنا النهارده ابو جبل متدغدغ ومش عايز يخرج يعني صراحه لا يعني حاجه صعبه جدا يعني طبعا. وان كان ده برضو في بعض الاقاويل خطا لانه بيحمل على نفسه، فممكن الاصابه بدل ما تبقى بنسبه 50% 60% تبقى 90%. نعم واخد بالك. لكن انا اقصد انه الروح بقى هنا هتعوض برضو. مظبوط طبعا هتعوض شويه طبع. لكن ان شاء الله ما يكونش في مشاكل صبر. في الجزئيه دي يعني ان شاء الله. تمام. كابتن اسامه برضو اللي جاي احنا كنا بنتكلم على الناحيه البدنيه انها هتبقى اصعب طبعا ولا يكون في عون لعبتنا لانه دلوقتي انت عندك ابو جبل مش عارفين لسه هيبقى موجود ولا لا. حجازي طلع بيه ده صعب. وحجازي نفس الكلام الشكل اللي هو هيرجع هيتعمل لهم مشاكل. ممكن مثلا نلاقي حمدي فتحي موجود برضو محدش عارف يعني مش عارفين لسه ظروف اللاعبين ايه. ولكن ما هو قادم صعب مش سهل برضو. انت بتلعب المنتخب الكاميرون المنتخب البلد المستضيف، ولكن في النهايه ماذا تفعل لو كنت مكان كارلوس كيروش؟ اولا منتخب الكاميرون عشان الناس برضو في ناس بتتكلم ان هو منتخب عادي وكده، لا مش منتخب عادي، منتخب كويس من المنتخبات القويه، عنده خط امامي هايل اللي هو كاميليو ده نمره 12 اللي هو جاب الجونين الماتش اللي فات ومن احسن وفينسنت ابو بكر وجماله اللي هو الوينج رايت ايوه، وعنده الباكين اللي هو تولو وفاي برضه لعيبه كويسين، وعنده برضه الثلاثي بتاع نص الملعب مش سهلين اللي هو اول ماتش يلعبه هونجولا ده رقم 18 وانجويسا 8 وصامويل نمره 4. يعني هي فرقه مش سهله. وبعدين الماتش اللي فات بالذات احسن ماتش لعبوه في الدوره اللي فات الاخير اللي فات الاخير ده اللي كسبوه احسن ماتش. يعني في ماتشات كان ادائهم جنب الشوط الثاني كانوا مسيطرين خالص وقدروا يجيبوا جونين. هو عندهم الخطوره ما بيلعبوش من العمق كتير، هم كتير قوي بيروحوا على الاطراف ويلعبوا الكرات عرضيه ل 12 لانه بيلعب بدماغه كويس قوي اللي هو ايكامبي ده وفينسنت ابو بكر تملي كرات عرضيه صح. كرات عرضيه يعني على طول تفكيرهم اي حد بيروح على الطرف بيعمل كرات عرضيه، يعني ما عندهمش الحاجات اللي بيعملوها في العمق كتير. دي نقطه طبعا لازم اكيد مستر كروش اكيد واخد باله منها وواضحه يعني عندهم اونانا جون كويس، فهي فرقه كويس. ثانيا طبعا بيلعبوه في ملعبهم. الحاجه الثالثه الكاميرون ومصر في افريقيا عارف بيناطحوا بعض من كلاسيكيات افريقيا زي ما بتقول اهلي ومحله مثلا بتقول من كلاسيكيات كره القدم اهلي واسماعيلي مظبوط. يعني الاثنين قوتين كبار في افريقيا وهم واخدين 5 بطولات واحنا واخدين 7 بطولات وكل واحد عايز يكسب، فالماتش مش هيبقى سهل لا ليهم ولا لينا. يعني الماتش طبعا هيبقى نتمنى يا رب يكون حجازي سليم، يا رب يكون حمدي فتحي يقدر يرجع، يا ان شاء الله ابو جبل يا ريت، لكن ان شاء الله لو محمد صبحي كمان لعب هو حارس جيد ويعني واثق بنفسه وكف. انا برضو من الحاجات اللي مبسوط منها النهارده انه ادى امل لرمضان صبحي، لانك انت زي ما كنا بنتكلم في الماتشات اللي هي الماتشين اللي فاتوا دول احنا لعبنا 120 دقيقة ممكن جدا في ناس تتعب فلازم تدخل نفس جديد. يعني انت تريزيجيه وزيزو دلوقتي برافو عليك يا كابتن، كل ما بينزل محدش خد باله من النقطه دي على فكره ان كله فاكر ان عشان رمضان، لكن هو نزل رمضان عشان يدي نفس جديد طبعا، ان انا الماتش الجاي ممكن العب طبعا ممكن يلعب جزء اكبر. برافو عليك يا كابتن اسامه. فتريزيجيه مثلا وزيزو واضح ان كل ما بينزلوا بيشدوا الفرقه حتى في ماتش ساحل العاج رغم ان تريزيجيه ضيع اكتر، بس هو الوحيد اللي راح 5 6 مرات مظبوط، رغم الناس كانت بتنتقد لا. عليه انه ضيع اجوان بس كان شدك في الفتره 5 6 مرات الفتره اللي المنتخب وقع فيها. ما عندكش اللي راح في اول 3 ماتشات كتير عندك ماتش ساحل العاج بس تريزيجي راح 5 6 مرات مظبوط. يعني اكتر واحد نقل الفرقه ابتدت كان فيه يحصل تعب هو اللي نزل هو وزيزو شدوا الفرقه لقدام ده مهم جدا. فالنهارده برضو لما نزل ربنا كرمه جاب جول. فانا اقصد ان اضافه برضو رمضان انك ما تضمنش الكلام محدش خد باله من النقطه دي هايله يا كابتن اللي هو ال 120 دقيقة صح. ممكن ناس تتعب ممكن لا قدر الله يعني رب يحفظهم ما حدش يتصاب، حد يتصاب في وسط الملعب ما يقدرش من الجهد اللي عملوه. فحلو برضو ان احنا ندخل نفس جديد او لعيبه جديده هو هيحتاج لكده طبعا يعني على ضوء حاله البدنيه والبدنيه صلاح برضو
يعني انا بشوف ان هو عامل مجهود كبير جدا طبعا. عمرو السولية عامل مجهود كبير, لكن صلاح تحديدا واللي بيعمله محمد صلاح قيادته خارج الملعب وجوه الملعب, ده فيديو الحقيقه برضه لمحمد ده بعد بعد الماتش لطيف. سمعنا طب يا سمير, لا طبعا نسمع صلاح. هو من شد كوت ديفوار, بس حلو فيديو حلو يا كابتن. طبعا جميل لطيف. بص سعادته عامله ازاي, شوف بقى في المؤتمر اللي قبل ماتش كوت ديفوار كان تحس ان تحس ان في ضغوط جامده جدا عليه, وحضراتكم قلتوا ان هو مش عايزين يعني يفضل مشدود كده. فكان مضغوط قوي, وواضح الكلام اللي اتقال عليهم هنا كان ضاغطهم جدا, وهو حتى فرق معاهم يا كابتن زي ما استاذ جمال استاذ جمال قال النهارده حته حلوه قوي برده, ان هو الكلام ده ساهم في عودة بشكل كبير. انا بقول والله العظيم سبب اساسي, مش احنا كل الناس كل سبب الناس. اساسي. ولو بقولك انا لو تفتكر يا كابتن اسلام الحلقه اللي انا حضرتها مع حضرتك قبل ماتش كوت ديفوار, والله يا كابتن اسلام قلت انه احنا قاعدين نعد الفرق اللي هنلعب معاها لها كام لعيب محترف في اوروبا ولها كذا ولها كذا, بنعدد في مميزاتهم. مظبوط. احنا عندنا الامكانيه لده لو لعبنا زي ما لعبنا كده. زي ما لعبنا, ما انت جربتها مرتين ونفعت. مظبوط. جربها تالت, يعني مش صعب ابدا قدام الكاميرون. ايوه. يعني انا من وجهه نظري الكوت ديفوار والمغرب, المغرب انا الماتش اللي فات كنت خايف جدا منهم, كانوا بيلعبوا مع مين اخر حاجه المغرب؟ ملاوي باين. ملاوي. بس كان ضغط ايه يعني, ما فيش, ما بيريحوش, مش سايبين الناس. صحيح خالص. صحيح. فانت نقلت لهم الضغط ده. انا شفت المغرب قدامنا احنا مضغوطين جدا, هم اللي مضغوطين. صح. وابتدت تصرفاتهم تتغير ويقلشوا ويضيعوا الكلام ده كله يعني. تمام. برضو يا كابتن اسامه مين اللي يلعب بقى في حارس مرمى مثلا؟ محمد يعني. صبحي لو ابو جبل هو محمد جاد. صبحي خلاص. ما هو حتى لا, محمد صبحي اقرب واثبت عنده خبره اكتر, وحتى هو النهارده ادى لمحمد صبحي. انا اعتقد يعني لو ابو جبل ما لعبش هيلعب محمد صبحي يعني. بصراحه كان متمكن. يعني بيلعب منتخب اولمبي. هو كويس لعيب, حارس كويس, مفيش قلق يعني. لا انا عارف, بس انا عايز لا ان شاء الله مفيش قلق, مفيش شك طبعا يعني. مش زي الشناوي, مش زي ابو جبل. نتمنى, لكن هو جون كويس وقف قبل كده وتثق فيه. مش جون يعني زي ما بيقولوا ساذج يعني, لا جون كويس ولعب ماتشات دوليه قبل كده مع المنتخب. معلش دي فرحه اللعيبه برضو, ده الاهم بالنسبه لنا النهارده. اتفضل يا سمير, سمعنا طبعا. افرحوا افرحوا. لا خليها. انت عارف حلوه الحاجات دي, انه في بعض المحللين طلعوا قالوا ده محمد النني ما ينفعش يلعب في سناد. لا بص ده يا كابتن احنا كلنا انا والله العظيم بقى. لا على فكره على فكره اول ثلاث مباريات النني لم يكن جيدا. ماشي. خلينا نقول صحيح. لكن الماتش اللي فات والنهارده لا, النني مختلف بصراحه. المنتخب لكن التريقه على, وهي دي اللي ما حدش بيحبها. هو معروف اتنين وهم اتنين, ما هي دي مرفوضه, معروفين دول. بس انا بقول برضو دي هي اللي عملت يا كابتن. عارف مثلا يعني يا استاذ جمال, هي الناس دي مثلا انا ما بردش على الناس دي تحديدا. ليه؟ لانه النادي الاهلي قال ان الناس دي غلط, عملت غلط في كذا وكذا. دي غلطت. قالت كلام يعني الناس ده يعني واحد طلع قال كلام ما يصحش ان هو يتقال لانه مش حقيقي ومش نقد. كلام يعني ما فيهوش نقد يعني مجرد كلام يعني للترندات يعني للترندات. برافو عليك. وعلشان يهيج راي عام نادي على راي عام نادي اخر. خلي بالك فهو بيطلع يعمل كده ومعروف فالنادي الاهلي. فعشان كده لو تلاقينا احنا مثلا, انا ما اتكلمتش عن الموضوع ان النادي الاهلي اتخذ قرارا باتخاذ الامور من الناحيه القانونيه طبعاً. وبالتالي احنا مش خلاص سكتنا. لا طبعا احنا كلنا مش مع التجريح,
ولكن النقد الكويس بالظبط كده، وانك تحط نور كده على الاخطاء اللي حصلت، انا متاكد هم استفادوا منها جدا في الماتشين دولت. يعني اللعيبه استفادت منها، هو ده المطلوب. اه طبعا النقد البناء طبعا هو ده اللي مطلوب في المرحله دي يعني. مظبوط، مفيش كلام. مظبوط، لانه هو ده الطريق اللي بيرجع مره اخرى. اخيرا يا استاذ جمال، هل هنقدر نكسب الكاميرون ان شاء الله من الناحيه الفنيه، بعيدا سيبك من الحكام وسيبك مش عارف ايه وايه، من الناحيه الفنيه لكن من وجماهيري وكذا. احنا على ضوء الماتشين الاخيرين رغم الصعوبات اللي احنا مرينا بيها ورغم الارهاق اللي فيه اللعيبه، عندي برضو الثقه يا كابتن اسلام ان شاء الله لو لعبنا وافتكر كلامي ده، لو لعبنا بنفس الروح وبنفس الرغبه في اننا نوصل للمباراه النهائيه. خلي بالك منتخب مصر مستواه متدرج بشكل جميل. مظبوط، يعني بيفكرك كده بايطاليا مثلا لما تاخد كاس عالم، صح، تاخد بطوله اوروبا او اي فريق اللي هو بيبتدي متدرج، وهذا افضل من انك تبدا قوي مظبوط وتخرج. صح، فانت بادئ بشكل متدرج. اعتقد باذن الله نستطيع فنيا كمان نكسب منتخب الكاميرون. كابتن اسامه، كيف يمكن، انا كنت هسالك نفس السؤال، لكن كيف يمكن محاربه ازاي بقى نعم ازاي يعني نكسب؟ لا مش ازاي، هو كيف يمكن محاربه التعب البدني في الماتشين اللي فاتوا؟ نمره واحد، لازم تقلل الاستشفاء الاستشفاء طبعا والكلام ده ما قبل المباراه، لكن انا بتكلم على اثناء المباراه. لكن اثناء المباراه رقم واحد لازم تضيق المساحات في الخط الخلفي، لان انا قلت لك اهم ثلاث لعيبه هم الثلاثه اللي قدام. اوكي، هو فينسنت والوينج ليفت نمره 12 دي نمره واحد. ثانيا، لابد ان تستخدم الخمسه الاحتياطي باقصى يعني في احسن توقيتات، ما اداره المباراه دي برضو مهمه جدا طبعًا. عشان لما تحس امتى ده تعب وامتى تنزل عشان تنشط ومين هو بالظبط، كل الحاجات دي مهمه جدا. قراءه المباراه ثانيا، هم عندهم الخط الخلفي رغم ان هم لعيبه كويسين، يعني الاربعه مش سيئين، ولكن لما تخليهم يندفعوا للامام وتخلي فيه مساحات، ممكن بقى تستغل امكانيات محمد صلاح في ان هم يبقوا مفتوحين ورا، تستغل امكانيات مرموش او تريزيجيه او مصطفى محمد. فدي نقطه مهمه، مع لو قدرت تعمل استحواذ كويس، لان الاستحواذ ونقل الكره من رجل لرجل ده بيوفر بعض الجهد يعني. فكل دي امور مهمه، لكن الاهم انك انت تستغل الفرص اللي هتيجي. نعم، لان الماتشات دي انا قلت لك هي ضيقه، حتى لو لعبت منتخب اقل من الكاميرون. يعني النهارده مثلا السنغال وهي بتلعب غينيا، طبيعي ان السنغال تكسب، بس الماتش برضه هو ماتش نوك اوت يعني 50-50. لا وصلت في بعض الاوقات يعني. مظبوط، لكن لما السنغال دست شويه مظبوط. طبعا خلصت. السنغال اعلى طبعا، ومن المرشحين للبطوله زي الكاميرون زي مصر، اذا كان زي المفروض الجزائر وساحل العاج والكلام ده، بس خرجوا. الماتشات طالما وصلت للنوك اوت دي، وانك انت هتلعب الماتش الجاي هتلعب نهائي، هتلاقي الامور متقاربه جدا، فعايزه تفصيلات صغيره، استغلال الفرص، وقفات مظبوطه، ما حدش يتهور ويطرد. الحاجات دي بتفرق كتير جدا، مع التوفيق بقى، لانه التوفيق من الحاجات المهمه في كره القدم. ساعات انت بتشوت كوره وتضرب في العارضه مثلا وقايم وترجع تخش في الجول، وممكن ترجع تخش في الجول. فكل الحاجات دي انك انت تبتدي صح، تضيق مساحات مظبوط، تستخدم الخمسه الاحتياطي مظبوط، مع التوفيق بقى يا رب. ان شاء الله التوفيق ان شاء الله حاجه ان شاء الله. نتقابل بقى في الاهلي في المونديال، احنا من بكره اجازه، برنامج الاهلي في المونديال ان شاء الله. بدايته هتبقى يوم الثلاث الساعه 10 كمان، فهنبقى بدري وهناخد وقتنا، هنتكلم طبعا متاخر. احنا معاك معانا بعض طبعا، احنا تيم واحد. فانا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا، اشكرك جدا يا كابتن استاذ كابتن اسامه على وجود استاذ اسامه. انا بقول شكرا ان انا مع الكابتن اسامه. طبعا كابتن اسامه شرف لينا جميعا ان هو يكون عندنا والله، صحفي كبير وخبره كبيره يعني. ربنا يخليك. انا بشكركم شكرا جزيلا، والف الف مبروك لمنتخبنا الوطني. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بعض الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه، مباراه منتخبنا الوطني امام منتخب المغرب، وكيف استطاع كارلوس كيروش أن يفوز على المنتخب المغربي. ده اللي هنشوفه بعد هذا الفاصل مع كريم سعيد وأحمد سالم.